يسعدنا أن نلتقي معكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم التي يتلوها علينا القارئ الشيخ علي سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إنما يبلوكم الله بك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولتسألن عما كنتم تعملون صدق الله العظيم.